أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة الآن. أستاذ حسن القني والأستاذ بكر المجاسر هم ضيفا الحلقة اليوم. الأندية السعودية أكملت رحلتها في الجولة الأولى، وكان اليوم كل نتائج كرة القدم موجودة، في فوز وخسارة وتعادل. راح نبدأ بتعادل الهلال وبيروزي، التقرير للزميل عليان العنسي. انتهى لقاء الجولة الأولى في المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، والذي جمع الهلال بفريق بيروز الإيراني بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. كان الهلال هو المتسيد للشوط الأول الذي شهد عددا من المحاولات الزرقاء من خلال التسديد من خارج المنطقة، فحضر عادل الهرماش في أكثر من كرة ولكن لم يخالف التوفيق. قبل نهاية الشوط الأول يتحصل الفريق الإيراني على ضربة جزاء خرج على إثرها أسامة هوساوي مطرودا بالكرت الأحمر، ليتقدم علي كريمي بكل ثقة ويسجل هدف التقدم الإيراني. هذا الهدف والنقص الهلالي جعل الفريق الإيراني يتجرأ ويهاجم، والعارضة الهلالية تنقذ أصحاب الأرض من هدف آخر. يقولون النقص يولد القوة، وهذا ما حدث فعلا في الشوط الثاني، حيث أدرك الهلال التعادل من خطأ خارج الثمانية عشر، ومحمد الشلهوب بكل ثقة يسجل أروع الأهداف. يحاول بيروزي استغلال النقص الهلالي ويتحصل على خطأ خارج صندوق الثمانية عشر، علي كريم يسدد وخالد شراحيلي في المكان المناسب. الربع ساعة الأخيرة من اللقاء يشهد مطالبة هلالية بضربة جزاء لأحمد الفريدي، ولكن الحكم الكوري كان له رأي آخر. قبل نهاية اللقاء كاد يوسف العربي أن يمنح فريقه التقدم، لكن الفرصة لم تجد مكانا مناسبا في الشباك الإيرانية. ينتهي اللقاء ويقتسم الفريقان نقاط المباراة ويتساويان في المركز الأول في المجموعة الرابعة. بويزيد هارد لك تعادل، هارد لك مع أنه كان الفريق ناقص، والعادة جرت أنه يقولون مبروك التعادل، لكن اليوم الهلال نقوله هارد لك. صحيح الحقيقة، يعني شوف هي البطولة وتوقيتها دائما مزعجة، وخصوصا بالنسبة للهلال اللي دائما ما يبدأ البطولة بصعوبة كبيرة. يعني في الموسم الماضي يمكن لعب أمام سبهان في غياب أكثر من 6 لاعبين أساسيين وخسر المباراة. في مباراة اليوم أيضا غيابات عديدة الحقيقة، والذات الغيابات المؤثرة اللي في خط الوسط نواف العابد عبد العزيز الدوسري، الطرد اللي حصل في المباراة، يعني كلها يعني سوء حظ عجيب. لكن الحقيقة أن اللاعبين يستحقون الشكر على الأداء اللي قدموه في مباراة اليوم. 10 لاعبين يعني كانوا يعني لا يشعر المتابع للمباراة أن الفريق يلعب ناقص. فريق بيروزي يمكن طوال المباراة حتى في ظل نقص الهلال كان يلعب بطريقة دفاعية مبالغ فيها، يعني يمكن لعب بطريقة مان تو مان، وهذه يعني أنا شخصيا يمكن من 5-6 سنوات لم أشاهد فريق أو أكثر يلعب بهذه الطريقة. يعني فريق مستسلم تماما لقدراته ويريد أن يخرج بالتعادل بأي طريقة. أنا أتصور أن فريق الهلال قادر على أن يفوز على فريق بيروزي في إيران، لأنه فريق لو فتح اللاعب سيواجه مشاكل كثيرة. النتيجة أنا أعتقد أنها إيجابية في ظل ظروف المباراة. أيضا نتيجة الغرافة والشباب الإماراتي 1-1 جعلت البداية يعني بالنسبة للفرق كلها متساوية، وما أتصور أنه في إشكالية. يعني إحنا تعودنا أنه دور المجموعات يعني فيه بعض الصعوبات وكذا، لكن في النهاية التأهل إن شاء الله ما حيكون يعني صعب. حسن، إيش مشكلة الهلال مع البدايات في بطولة آسيا؟ والله شوف يعني ما كان في صعوبة. أنا يعني لما شاهد المباراة خصوصا بدايتها إلى ما قبل الطرد كان الهلال هو المسيطر، كانت الفرص أكثر، كان متوقع أنه يسجل في أي يعني في أي لحظة، وكان واضح أنه الفريق الإيراني يعني حقيقة لم يكن بالفريق يعني القوي، لكنه كان يعتمد على التقفيل بأكثر عدد ممكن من اللاعبين. الفريق هذا يعني ترتيبه السابع على مستوى الدوري الإيراني، ما كان فيه إلا الارتداد، كان الارتداد عنده يعني خطير جدا في ظل تقدم لاعب الهلال، وحصل منه فعلا على ضربة الجزاء اللي بسببها طرد الكابتن أسامة هوساوي.
في النهاية أنا أقول زي ما قال الزميل عبد الكريم، يعني الفرص ما زالت كما هي يعني بالنسبة للأندية الأربعة، غير أنه يعني يحز بالنفس أنه ما يفوز الهلال، لأنه الفرص مؤاتية اليوم للفوز يعني كانت متاح له أن يفوز يعني، لكن ربما في ظل النقص بعض الظروف اللي شابهت أو شابت المباراة يعني أدت إلى هذه النتيجة. أنا أعتقد أنه يعني خسر الهلال بالتعادل، وإن كان وكان بإمكانه حقيقة أن يقدم الأفضل حتى وهو ناقص، الفريق لم يكن فريق إيراني جيد ولم يكن قوي، كان يعني كل لعبه يعتمد على علي كريا وعلي اللاعب علي كريمي، علي كريمي نعم، كان اعتماده عليه يعني بشكل كبير في البناء وفي الهجمات المرتدة، وفي النهاية نقطة يعني جيدة في ظل النقص العددي، وإن كانت طبعا على قواعدك تعتبر بمثابة يعني الخسارة. في خوف على الرحلة الهلالية في المجموعات، يعني أغلب الأحاديث الهلالية في الأيام الماضية كانت تركز على أنه مجموعاتنا صعبة ولازم ما نخسر على أرضنا مبارياتنا. اليوم الهلال تعثر في وحدة، المشجع الهلالي يخاف يبدأ يقلق على الرحلة الهلالية؟ ما أعتقد أنه يعني بالذات هذا العام أنه في أي خوف، أنا أتصور أنه فريق الهلال قادر على أن يفوز حتى خارج أرضه، في العام الماضي خسر من سبهان في الرياض وتعادل هناك وكان مفروض أنه يفوز، الهلال فاز أيضا على أرض الغرافة وعلى أرض، بس الهلال ما يبغى يعيد تجربة أبو يزيد المركز الثاني. أنا عارف، لكن كرة القدم يعني يحصل شيء زي اليوم طرد وضرب الجزاء غير متوقع يعني مخالفة تماما لما يحدث في المباراة، فأنت لا تملك شيء حتى هالموسم دور 16 مباراة واحدة. نعم إيه لا، والأسوأ أنها حتكون في توقيت الفيفا دي، يعني لن يشارك فيها اللاعبين الدوليين بالنسبة للهلال اللي هم المغاربة عادل الهرماش ويوسف العربي، يعني حتكون فعلا توقيت قاسم للظهر لأنه ما حيشاركون، لأنه عندهم مباراة دولية في نفس يعني الهلال حيلعب في 30 هم عندهم في واحد مباراة، وهذه مشكلة كبيرة يعني لا حتى شو طيب كذا يعني شوف الاتحاد الآسيوي الحقيقة يعني يتخذ قرارات غير مفهومة، الاتحاد الياباني، الاتحاد الكوري، الاتحاد السعودي، معظم الاتحادات المشاركة رفعت باقتراح مشترك وطالبت بتأجيل تغيير الموعد ورفض الاتحاد. شو السبب؟ شيء عجيب، ما في سبب، يعني ايش المصلحة مثلا؟ ما تدري ايش السبب، يعني هل لأنه الفرق اليابانية والكورية مثلا لاعبينها اللي يمثلون منتخباتها يلعبون برا وبالتالي هم غير متضررين، يعني زي يكون عندك فريق يعني مثل زي بيروز الإيراني في التوقف هذا عنده لاعب واحد اللي هو يمكن كريمي في المنتخب الإيراني أو خليهم لاعبين، البقية موجودين مع الفريق ومعسكرين ومتمرنون وجاهزين ومستعدين. بالنسبة للهلال لا، كان عنده اللاعبين العربي هرماش مع منتخب المغرب يعني راحوا سافروا ورجعوا. الحين الهلال أحد أبرز الهواجس اللي عنده هاجس دور 16 إنه المباراة في فدي إذا وصل إلى لهالمرحلة. طبعًا يعني ولذلك من المهم جدًا أن يعني تنتزع المركز الأول حتى تلعب على الأقل على أرضك أمام الفريق الثاني من مجموعة الاتحاد. هذا الموضوع خلاص يعني حسم ما في. إيه ما في يعني هذا ما في أي تغيير. فإشكالية كبيرة في البطولة الآسيوية. لكن إيش الخطة يعني الهلالية في الموضوع؟ يعني هل ممكن هذه خاطر الاتحاد المغربي؟ والله هي مباراة ودية ولا هي المفروض انه يعني يكون في تجاوب من الاتحاد المغربي في مسألة بعض اللاعبين اللي بامكانهم يلعبون بامكانهم، يعني المنتخب المغربي لديه قاعدة عريضة من اللاعبين يمكن 30-40 لاعب محترفين في اوروبا بامكان المدرب يختار بينهم، لكن هذا شيء ما تملك انك تتحكم فيه او حتى تطلب من المغاربة انه يسمحون للاعبين ما لم يكن فيه يعني رؤية للمدرب انه يختار مجموعة ثانية من يحاول يجربهم او كذا. الإشكالية اللي أيضا في مباراة اليوم يعني يمكن كنا أنا وحسن نتكلم وأنت كنت قبل عن موضوع الأهلي أنك تأتي يعني هذه أول مباراة بعد مباراة الاتحاد يعني قبل كم 20 أكثر من 20 يوم وخمسة وعشرين يوم. نعم توقف. توقف يعني أبعد اللاعبين عن حساسية المباريات وأجواء المباريات. اللاعبين الدوليين يعني عايدين من وعدد كبير في الهلال يعني عايدين من أستراليا. المغاربة لاعبين في منتخب المغرب، يعني إشكالية كبيرة جدا تواجهها الأندية السعودية، ولذلك شاهدنا الأهلي اليوم أيضا في مستوى يعني غير جيد، شاهدنا الهلال أيضا في أقل من المستوى المطلوب، مشكلة كبيرة. لكن يعني هو دائما إذا خرجت بأقل الأضرار، أنا أعتقد أنه الهلال خرج اليوم بأقل الأضرار، أنه لا زالت الأمور كما هي مع استمرار الموسم واستمرار المباريات قد يعني تتعدل الأوضاع بإذن الله.